بقدم فن رياضي اسمه فري ستايل فوتبول، استعراض بالكره. بدات من حوالي 3 سنين تمام، كنت شايف في الاول اللي هو الموضوع صعب جدا، مفيش حد يقدر كده. طب انت اتعلمت ازاي او شفت الموضوع ده ازاي؟ كنت بلعب كره قدم تمام، وكنت بشوف اللي هي حركات رونالدينو اللي هو بيقعد يعمل حركات جوه الملعب وكده، فكنت بحاول اقلده كده، وكنت بلعب في طلاع الجيش. المهم يعني ما حصليش نصيب في كره القدم وكده، فابتديت العب، ابتديت امارس فري ستايل فوتبول، اشوف فيديوهات من على النت اتعلم منها لغايه ما وصلت للمستوى ده. بس طبعا الموضوع كان صعب جدا في الاول، قعدت اتمرن مره واثنين وثلاثه لحد ما وصلت للمستوى ده. في حركه كانت اسمها جي ستول، الحركه دي انا قعدت فيها 11 شهر، عباره عن هاند ستاند ووقوف على الايد تمام، وتوقف الكره ستول، فدي بالنسبه لي كانت صعبه جدا. طب هل الفري ستايل فوتبول ليه بطولات ولا لا؟ فري ستايل فوتبول ليه بطولات، بس للاسف البطولات هنا بتبقى في مصر بتبقى تبع سبونسر شركات دعايه تمام. بطولات بره بتبقى بطوله السوبر بول تمام، بيبقى وليها اتحاد، اللعبه اتحاد اسمه وافا. فلعبه رياضه فرديه زي اي لعبه رياضيه. انا طموحي في اللعبه بتمرن اول حاجه تكون ليها هنا اتحاد في مصر، بسعى جدا ليها يكون ليها اتحاد في مصر، واسافر بره واشارك كمان في بطوله السوبر بول. يعني انا عملت حوالي 15 حفله في ساقية الصاوي، عملت حفله في نادي الاعلاميين، عملت حفله في كاس الامم، شاركت في استعراض قدام كابتن شوبير، اتكرمت مره من وزير الشباب والرياضه الدكتور اشرف صبحي. فمجال متوسع، اللي هو مش مجرد رياضه وليها بطولات وبس، لا بالعكس، رياضه وليها استعراض، بتعمل فيديو، واكتر فيديو كان وصل حوالي 1,200,000 فيو على السوشيال ميديا. فاللي هو انت بتقدم حاجه يعني مش مجرد رياضه بس، لا مجرد كمان شو استعراض تعجب الناس. فهي اكتر حاجه بتفرحني لما بلاقي الناس جدا فرحانه وانا على الستيج باللي انا بعمله.